السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخيكم أحمد السعيد العطار. طبعا إحنا اليوم معانا نبات مهم جدا من نباتات المشهورة في كتب الطب العربي، اسمه الدفلي أو الدفلة أو سم الحمار، له كم اسم في كتب الطب العربي. النبات ده نبات سيء الصيت، كون أنه نبات سام، يعني كان سبب في بعض حالات الوفاة حول العالم. بعض الأطفال طبعا أكلوه سبب لهم حالة وفاة، لأن طبعا مش كل نبات رغم أنه طبي أنه مسموح أنه يتاكل أو قابل للأكل، لأن بعض النباتات بتكون لها استخدامات دقيقة جدا بجرعات قليلة جدا جدا جدا، بتستخدم بالملي أو يعني أقل كمان. فطبعا النبات ده يحتوي على حاجة اللي هو اسمه في كتب الطب العربي بيسموها الأدوية القلبية. الأدوية القلبية إن هي طبعا بتستخدم لخفض ضربات القلب أو رفع أو زيادة ضربات القلب. فالنبات ده طبعا بيزود ضربات القلب، بيستخدموه في حالات الهبوط، هبوط القلب بيزود ضربات القلب ومنشط للقلب. فطبعا الإنسان الطبيعي لو خده هيزود نبضات القلب عنده، فبيمثل طبعا خطورة على صحته. النبات ده نصف ورقة منه، يعني احنا لو جبنا نصف ورقة دي مثلا، نص ورقة تقريبا او تلتين ورقة، لو جبنا نص ورقة بالنبات ده واكلها طفل هتسبب له الوفاة. طبعا النبات ده سام حتى للحيوانات، ولذلك المكان اللي كان موجود فيه الشجرة دي رغم ان هو جنب حظيرة يعني مواشي، ورغم كده ما فيش يعني أي من الدواب اللي موجودة فيه اللي هي الأبقار بتيجي جنبه، سبحان الله. طبعا له ريحة، فبعض الدواب بتعافه رغم أن ريحة دي طيبة، لو قربنا يعني أنفنا من النبات بنلاقي في الريحة دي. نبات الدفل ده إحنا النهاردة هنتكلم عليه في علاج اللي هو الصدفية. معانا عم أحمد، راجل طيب ربنا يشفيه يا رب، دعواتكم ليه. ايده مصابه بالصدفيه زي ما انتم شايفين، احنا هو هيستخدمه بفضل الله عز وجل. بعتناه للشجره وخد منها كميه الورق ده حوالي 5 كيلو ورق، وهنعمل منهم مستخلص نبات الدفلي لعلاج الصدفيه. طريقته بفضل الله عز وجل، هنجيب الخمسة كيلو ده هنغمرهم بكمية ماء ضعفين حجمهم ونغليهم في المية لغاية ما المية دي تتبخر وما يبقاش منها إلا حوالي 10% أو 20% من المية دي اللي احنا جبناها. طبعا يفضل وقت الغليان ان يكون احنا في مكان مفتوح، لان طبعا وقت الغليان بتصدر يعني بخار الماء وبيكون محمل بالمواد الفعالة. فطبعا من كتر ما احنا بنتعرض ليه ممكن الانسان يشعر بهبوط او بعض المشاكل الصحية، فالافضل ان يكون في مكان مفتوح او نلبس قناع واقي يعني عشان الابخرة اللي هتخرج منه. بعد ما احنا هنغلي النبات وناخد الخلاصة الطبية بتاعته هنحتفظ بها في قوارير الاستخدام. هناخد على جسم الشخص المصاب مثلا اذا كانت ايد او جسم او اي حاجة، ونبدأ ندهن منها بالمادة دي او الماء اللي هو الناتج. هندهن بها 3 مرات في اليوم، ناخد الاماكن اللي هي المصابة 3 مرات او مرتين، وعلى الله عز وجل الشفاء. طبعا هو خارجيا ملوش اي مشاكل صحية ولا له اي اعراض او اي مشاكل من الخارج، لان طبعا لم يتم ابتلاعه عن طريق الفم. ونسأل الله عز وجل الشفاء
لعم أحمد وأي شخص يرى هذا المقطع لعله أن يستفيد به أو يفيد به أحد آخر. طبعا دي بتستخدم مش بس للصدفية، بتستخدم للإكزيما أو بعض الأمراض الجلدية اللي نتجت عن الاضطرابات المناعية. طبعا النبات الدفلي وأنا برا في بلاد الحرمين الشريفين بسبب تكرار الحوادث الوفيات من الأطفال في المدارس، لأن طبعا ده كان نبات تشجير في المدارس زمان أو في الطرقات هناك، فصدر هناك بيان حكومي بإزالة النبتة ديت أو عدم اعتمادها في التشجير بسبب تكرار حوادث الوفيات بسببها. النبات طبعا له زهرة بتكون وردية، ولذلك النبات اللي بين إيدينا ده بس احنا مش في معاد التزهير، ده وردي، في منه أبيض وفي منه وردي، ولكن اللي معانا الوقت ديت اللي هي الدفلة الوردية. النبات طبعا يعني هو نبات طبي بننصح للاستثمار فيه لفوائده للأمراض القلبية أو للأمراض الجلدية. في نهاية الفيديو نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والانتفاع بهذا المقطع. كان معكم أحمد السعيد العطار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.